بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. أحمد الله تعالى ربي وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإسلام، فمن رحاب البيت الحرام وفي هذه الليلة الكريمة المباركة، ليلة الجمعة، ينعقد هذا المجلس الأسبوعي 58 من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم للإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن القيم رحمه الله تعالى، في هذا اليوم 13 من شهر رجب الحرام سنة 45 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، مستكثرين في هذه الليلة الكريمة المباركة من صلاتنا وسلامنا على رسول الله القائل صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. يا راسماً في قلوب الناس بهجتها حباً ونحو دروب الخير هاديها، عليك منا صلاة الله تالية أزكى التحيات خافيها وباديها. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه. وحديثنا الليلة أيها الكرام ذو صلة بما وقف المجلس عنده ليلة الجمعة الماضية، فيما يقوله المصلي في ركوعه، وهذا بيان من المصنف رحمه الله للهدي النبوي. وقد وقف الحديث عند رفع رأس المصلي من الركوع قائلاً: سمع الله لمن حمده. فنصل السابق باللاحق سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: وكان دائما يقيم صلبه إذا رفع من الركوع وبين، قال ثم كان يرفع رأسه بعد ذلك قائلا: سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه كما تقدم. وروى رفع اليدين عنه في هذه المواطن الثلاثة نحو من 30 نفسا، واتفق على روايتها 10، ولم يثبت عنه خلاف ذلك البتة، بل كان ذلك هديه إلى أن فارق الدنيا، ولم يصح عنه حديث البراء ثم لا يعود، بل هي من زيادة يزيد، وليس ترك ابن مسعود الرفع مما يقدم على هديه المعلوم. وليس ترك ابن مسعود الرفع مما يقدم على هديه المعلوم، فقد ترك من فعل ابن مسعود في الصلاة أشياء، ليس معارضها مقاربا، ليس معارضها مقاربا ولا مدانيا للرفع. فترك من فعله التطبيق والافتراش في السجود، ووقوفه إماما بين الاثنين في وسطهما دون التقدم عليهما، وصلاته الفرض في البيت بأصحابه بغير أذان ولا إقامة لأجل تأخير الأمراء. وأين الأحاديث في خلاف ذلك من الأحاديث التي في الرفع كثرة وصحة وصراحة وعملا؟ وبالله التوفيق. انتهى مجلسنا ليلة الجمعة الماضية عند هذا الجزء من كلام المصنف رحمه الله، وهو التأكيد على سنية رفع اليدين بعد الرفع من الركوع مع قول المصلي: سمع الله لمن حمده، فإنه يرفع يديه محاذياً أذنيه أو منكبيه تماماً كما يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام. وهذا قول جماهير أهل العلم سلفاً وخلفاً،
من الصحابة فالتابعين رضي الله عنهم، فالأئمة الفقهاء فجمهورهم على سنية واستحباب رفع هاتين اليدين عند رفع المصلي رأسه من الركوع، فيقول سمع الله لمن حمده رافعا يديه. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين متفق على صحته، حكى فيه رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في هذه المواطن الثلاثة: تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع. وأما رفع اليدين في الموضع الرابع وهو القيام من التشهد الأول في الركعة الثانية إلى الثالثة فدل عليه حديث آخر، فالمجموع أربعة مواضع يسن فيها الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأراد المصنف التأكيد على المسألة لأن فيها خلافاً يسيراً لبعض أهل العلم، ومنهم بعض الصحابة وبعض فقهاء المذاهب كأبي حنيفة رحم الله الجميع، قال يرفع يديه، وروى رفع اليدين عنه في هذه المواطن الثلاثة نحو من 30 نفساً، يعني من رواية 30 صحابياً، واتفق على روايتها العشرة، ولم يثبت عنه خلاف ذلك البتة، بل كان ذلك هديه إلى أن فارق الدنيا صلى الله عليه وسلم. ولهذا قرر جمهور أهل العلم من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم استحباب رفع اليدين عند الرفع من الركوع 30 صحابيا، ومنهم العشرة المبشرون بالجنة. وهذا من نوادر الرواية في الحديث النبوي أن يجتمع فيه هذه الصفوة والثلة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكرنا في درسنا الماضي قول الإمام البخاري رحمه الله عن شيخه علي بن المديني رحمه الله، وقال وكان أعلم أهل زمانه، قال حق على المسلمين أن يرفعوا أيديهم لهذا الحديث. أراد أن يستشهد ويستدل على سنية هذه المسألة التي وجد فيها خلاف لبعض أهل العلم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا رأى من لا يرفع رماه بالحصباء وأمره أن يرفع، كما روى ذلك البخاري في جزء رفع اليدين وصححه النووي. قال الحسن البصري رحمه الله رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أيديهم إذا كبروا، أي تكبير الإحرام، إذا كبروا وإذا ركعوا وإذا رفعوا رؤوسهم. قال الإمام البخاري رحمه الله معلقا على هذا الأثر عن الإمام الحسن البصري رحمه الله، قال فلم يستثن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ولم يثبت عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرفع يديه. هذا هو مستند جمهور الفقهاء في سنية واستحباب رفع اليدين، وقد ذكر المصنف رحمه الله ذلك، قال ولم يصح ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام خلاف ذلك إطلاقا، ليس في الروايات ما يدل على أنه صلى وركع أو رفع ولم يرفع يديه، فدل هذا على ثبوت هذه السنة وأنها غير منسوخة ولم يطرأ عليها تغيير. أما من لا يقول برفع اليدين عند الرفع من الركوع فإنه مستند إلى حديثين، أولهما حديث البراء ابن عازب رضي الله عنهما، وفيه كما في سنن أبي داود قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود، فوصف رفع اليدين قال إلى قريب من أذنيه، قال ثم لا يعود، لا يعود يعني لا يرفع يديه بعد تكبيرة الإحرام. الحديث في سنن أبي داود، قال المصنف ولم يصح عنه حديث البراء ثم لا يعود، بل هي من زيادة يزيد، والمقصود يزيد بن أبي زياد أحد رواة الحديث في سنن أبي داود، والزيادة وهم منه خالف فيها الثقات، واتفق المحدثون على ضعف الحديث بهذه الزيادة. وإلا فحديث البراء رضي الله عنه في وصف رفع اليدين لرسول الله عليه الصلاة والسلام أنها نحو الأذنين أو حذو الأذنين حديث صحيح، لكنها بهذه الزيادة ثم لا يعود
فإنها ضعيفة عند أهل العلم، وذكروا ضعفها في مواطن رواية الحديث. هذا أول الحديثين اللذين يستدل بهما على عدم رفع اليدين، أما الثاني فحديث ابن مسعود، والحديث عنه رضي الله عنه بأنه كان يصلي كما روى علقمة. قال ابن مسعود رضي الله عنه، علقمة من خواص أصحاب عبد الله، يقول قال ابن مسعود رضي الله عنه: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة، يعني في تكبيرة الإحرام. هذا حديث ابن مسعود. قال الترمذي رحمه الله بعدما أخرج حديث ابن مسعود، قال: حديث ابن مسعود حديث حسن، وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. قال: وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. فأثبت الإمام الترمذي رحمه الله استدلال بعض أهل العلم بحديث ابن مسعود. حديث ابن مسعود الذي أخرجه الترمذي وأبو داود وأحمد وغيرهم، قال فيه أبو داود: ليس هو بصحيح على هذا اللفظ، ومن المحدثين من ضعفه كسفيان والشافعي وأحمد وابن معين والبخاري رحم الله الجميع، ضعفوا حديث ابن مسعود لأسباب بعضها يعود إلى السند، وبعضها يعود إلى نقد المتن لمخالفته كافة الروايات التي تثبت رفع اليدين لرسول الله عليه الصلاة والسلام. 30 صحابي يحكي رفع اليدين، ثم تأتينا رواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول إنه لا يرفع يديه. فهذا من أسباب ضعف الحديث رواية عند المحدثين. وعلى تصحيح الحديث فإن له توجيها، قال المصنف رحمه الله: وليس ترك ابن مسعود الرفع مما يقدم على هديه المعلوم صلى الله عليه وسلم. يعني هب أن حديث ابن مسعود رضي الله عنه حديث صحيح، وأنه فعلا كان يصلي ولا يرفع يديه إلا في تكبيرة الإحرام. السؤال: إذا وجدت أثرا عن صحابي أيا كان رضي الله عنهم جميعا بفعل ما، ثم وجدنا خلافه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأي الأمرين هو الحجة عندنا، هو المقدم الذي نعمل به ونستدل به ونستشهد عليه؟ هو ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: ليس ترك ابن مسعود الرفع ليديه مما يقدم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ما الذي ثبت في هديه عليه الصلاة والسلام؟ الرفع. فإذا هو المقدم. طيب، يبقى السؤال: أتكون سنة ثم يجهلها صحابي فقيه إمام عظيم كابن مسعود رضي الله عنه، نعرفها نحن وتغيب عنه، نحسنها اليوم وهو لا يعرفها؟ فلا بد من إجابة عن هذا الإشكال. لما؟ أولا تقديرا للصحابة رضي الله عنهم، وحفظا لمكانتهم ومنزلتهم، فإنهم قدوة الأمة كلها في العلم والسنة والاتباع، وبهم نقتدي رضي الله عنهم، بل هم أسوتنا في هذا الباب، هم أئمتنا. وإذا كان الأئمة الكبار أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحم الله الجميع يعظمون شأن الصحابة ويقتدون بهم ويستنيرون بمروياتهم وبآثارهم، فالأمة كلها من باب أولى أن تعرف للصحابة قدرهم رضي الله عنهم. أما الجواب عما نقل عن ابن مسعود وثبت عنه رضي الله عنهم، فإنه في توجيه ذكره المصنف بقوله: فقد ترك من فعل ابن مسعود في الصلاة أشياء ليس معارضها مقاربا ولا مدانيا للرفع. ها هنا قاعدة يا كرام: كلما وجدنا أثرا عن أحد من الصحابة رضي الله عنه قولا أو تفسيرا أو فتوى أو اجتهادا، ووجدنا خلافها ثابتا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحجة فيما ثبت عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا المأمورون باتباعه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال عليه الصلاة والسلام: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فالحجة في قوله وفعله صلى الله عليه وسلم. بل حتى لو ثبت أن ابن عمر
رضي الله عنهما نفسه راوي حديث رفع اليدين في الصحيحين، لو ثبت عندنا أنه صلى ولم يرفع يديه، فتعارضت عندنا رواية الصحابي بفعله هو، فما المقدم، روايته أو فعله؟ روايته هي المقدمة. وإن قال بعض أهل العلم لا يخالف الصحابي شيئا يرويه إلا وقد ثبت عنده نسخه أو تغيره، لأنه لا يتجرأ على مخالفة السنة، لكن الصحيح والراجح أنه إذا اختلفت رواية الراوي ورأيه أو فعله وقوله فالحجة فيما روى لا فيما رأى، لأن الرواية هي الحجة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الرأي والاجتهاد فهو اجتهاد بشري قد يصيبه الخطأ أو النقص أو السهو عن السنة الثابتة أو نسيانها، فكيف إذا علمت أنه وجد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم خلاف لبعض السنن بسبب عدم علمهم بها وعدم درايتهم بها وغيابها عنهم؟ تقول كيف صحابي وتغيب عنه سنة؟ نعم هم بشر، ولم يكن أحدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طيلة الوقت حتى تقول لا يغيب عنه شيء. ولئن ثبت هذا فإنا نعتذر لهم رضي الله عنهم بأنهم ربما غابت عنهم السنة أو نسيها أحدهم أو جهلها فلم يقف عليها، أما هو فمعذور، وليس هذا بمنقصة في حق أحدهم قط، لكن نحن بالنسبة إلينا إذا وقفنا على قول أحدهم أو فعله المخالف لما ثبت عندنا في السنة قدمنا السنة وهي فوق الرأس وعلى العين حبا وكرامة وإجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولسنته تعظيما لها وعملا بها. يقول فكيف إذا عرفت أنه ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه بعض المواضع التي كان منه فيها اجتهاد بخلاف ما ثبت في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ليس فيها شيء يقارب مسألتنا في رفع اليدين بعد الرفع من الركوع؟ قال ترك من فعله التطبيق والافتراش في السجود ووقوفه إماما بين الاثنين في وسطهما دون التقدم عليهما، وصلاته الفرض في البيت بأصحابه بغير أذان ولا إقامة لأجل تأخير الأمراء. أعطاك أربعة أمثلة ليس واحدا ولا اثنين، على ماذا؟ على أنه ثبت لابن مسعود رضي الله عنه اجتهاد خالف فيه السنة، اجتهاد منه رضي الله عنه. فماذا حصل؟ ترك الأئمة اجتهاده وقدموا السنة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقصد بالتطبيق حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فكبر ورفع يديه، فلما ركع طبق يديه بين ركبتيه، يعني جعل يديه هكذا وطبقهما وجعلهما بين ركبتيه وهو راكع، يعني لا يضع كفا على ركبته، يضم كفيه ويطبقهما ويضعهما بين رجليه. هكذا ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه وهو اجتهاد منه. وهذا الفعل عن ابن مسعود رضي الله عنه دليل على أنه ربما غابت عنه السنة، ودليل ذلك ما أخرج مسلم في الصحيح عن الأسود وعلقمة النخعيان، وكلاهما من ألصق وأقرب أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه إليه، بل تفقهوا على يديه رضي الله عنه. قال أتينا عبد الله بن مسعود في داره فقال أصلى هؤلاء خلفكم؟ يقصد هل صلوا أقاموا الصلاة؟ قال فقلنا لا، وقد كانت فترة في تلك الآونة ظهر فيها تأخير الصلوات عن وقتها بفعل بعض الأمراء مخالفة للسنة، وكان الصحابة رضي الله عنهم تضيق صدورهم لهذا الصنيع، ومع ذلك فلا يظهرون شيئا من الإنكار العلني أو تشويش العامة، فيحتفظون باجتهادهم ويحافظون على صلاتهم. قال أصلى هؤلاء خلفكم؟ فقلنا لا. قال رضي الله عنه قوموا فصلوا. قال فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة، وهذه مسألة أيضا مما ضرب بها المصنف مثالا، قال فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة، قال وذهبنا لنقوم خلفه فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله.
هذه ثلاثة أشياء فعلها: صلى بلا أذان ولا إقامة، ولما يصلون جماعة وهم ثلاثة لم يجعلهما يصفان خلفه، جعل أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره. والسنة في كل ذلك بخلاف فعله الأذان والإقامة للصلاة، وقال بعض أهل العلم بوجوبهما. والسنة في الجماعة إذا زادوا على اثنين أن يكونا خلف الإمام، اثنان فأكثر أن يكونا خلف الإمام، ولا يكون عن يمينه إلا إذا كان مأموما واحدا. قال رضي الله عنه: فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبنا، الكلام الآن للأسود وعلقمة، قال: فضرب أيدينا وطبق بين كفيه ثم أدخلهما بين فخذيه، فلما صلى قال: إنه ستكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شرق الموتى، فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحا، وإذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعا، وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم، وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه وليجنأ وليطبق بين كفيه، فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراهم. هذا نص رواية مسلم لحديث ابن مسعود، وفيه المسائل كلها التي ذكرها المصنف، ومنها ما قال قبل قليل: إذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه وليجنأ وليطبق بين كفيه، فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: أنا أحكي شيئا كأنني أراه بين عيني وكأن أمامي رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا من ابن مسعود ما هو؟ خيال؟ لا، هو يحكي شيئا عاشه. الآن اسمع إلى قصة هذا الحديث مع سعد بن أبي وقاص، والحديث أيضا صحيح. قال ابن مسعود رضي الله عنهما: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فكبر ورفع يديه، فلما ركع طبق يديه بين ركبتيه. سمع هذا منه مصعب ابن سعد ابن أبي وقاص، فجاء إلى أبيه يحكي ما سمع من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فبلغ ذلك سعدا فقال: صدق أخي، قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بهذا، يعني الإمساك على الركبتين في الركوع. فدل حديث سعد أن الأمر نسخ، وأنه فعلا كما كان في قول ابن مسعود في أول الأمر، لكنه تغير. فالسؤال: لو كنا نقدم فعل ابن مسعود حتى في هذه القضية رضي الله عنه، قدمناه على السنة فنقول: لا تضع يديك على ركبتيك، بل طبقهما واجعلهما بين فخذيك كما فعل ابن مسعود رضي الله عنه. فإذا قلت لي: لا، بل الحجة في السنة، هو الجواب نفسه في مسألة رفع المصلي رأسه من الركوع ورفع اليدين مع التكبير، فالحجة أيضا ليس في مخالفته رضي الله عنهم. قال: فقد ترك من فعل ابن مسعود في الصلاة أشياء ليس معارضها مقاربا ولا مدانيا للرفع، يعني في مسائل هي أضعف من مسألتنا، فترك من فعله التطبيق والافتراش في السجود ووقوفه إماما بين الاثنين في وسطهما دون التقدم عليهما، وصلاته الفرض في البيت بأصحابه بغير أذان ولا إقامة لأجل تأخير الأمراء. حديث مسلم بين ثلاثة من الأربعة: التطبيق والوقوف إماما بين الاثنين في الوسط، وصلاته الفرض في البيت بغير أذان ولا إقامة. أما الرابعة في قوله والافتراش في السجود، فيدل على ذلك ما ثبت عنه رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يأمر أصحابه بوضع المرافق والسواعد على الأرض في السجود، يعني إذا سجد أحدهم يجعل كفه وذراعه ومرفقه ملتصقا بالأرض في السجود. قال أبو الأحوص: أمرنا ابن مسعود إذا سجدنا أن نضع مرافقنا وسواعدنا على الأرض. هذه الصفة هي الافتراش في السجود الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. ونهى صلى الله عليه وسلم عن افتراش الرجل في السجود افتراش السبع، يعني أن يضع يديه بهذه الصفة.
طيب هذا ابن مسعود يقول يقول تلميذه أبو الأحوص كان يأمرنا أن نضع مرافقنا وسواعدنا على الأرض، لكنه فعل ذلك رضي الله عنه اجتهادا، وربما كان نوعا من الغياب السنة عنه أو نسيانه رضي الله عنه وأرضاه، وكل ذلك مما يعتذر به للصحابة. وإلا فابن مسعود رضي الله عنه إمام قارئ من قراء الصحابة، فقيه من فقهائهم، عالم من علمائهم، بل هو مشكاة العلم النبوي والرواية والفقه في أرض العراق والكوفة والبصرة بعد افتتاحها بعد فتحها في زمن الخلفاء الراشدين وانتشار العلم في الآفاق على يديه رضي الله عنه. فما عرفت بلاد العراق وما وراءها العلم والفقه والرواية في زمن الصحابة رضي الله عنهم إلا على يد كبار الصحابة كابن مسعود رضي الله عنه الذي أقام هناك، فانتشر عنه العلم والدين بما بذل رضي الله عنه وأرضاه. والمقصود أن الحجة في الرواية والحديث لا في غيرها مما خالفها. قال المصنف رحمه الله: وأين الأحاديث في خلاف ذلك من الأحاديث التي في الرفع كثرة وصحة وصراحة وعملا؟ ترك الفقهاء والأئمة هذه القضايا والمسائل التي خالف فيها ابن مسعود رضي الله عنهم الرواية الصحيحة، وعن المروية في الصحيح في كل قضية حديث أو اثنان. يقول: أين هذا من مسألة رفع اليدين في الركوع والأحاديث فيه ليس واحدا ولا اثنين ولا عشرة، بل عن 30 نفسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان دائما يقيم صلبه إذا رفع من الركوع وبين السجدتين، ويقول: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. ذكره ابن خزيمة في صحيحه. الآن هذا فعل آخر بعد الرفع من الركوع، رفع ورفع يديه وقال سمع الله لمن حمده، هذا فعل آخر وواجب آخر عند الفقهاء إذا رفع رأسه أن يعتدلا. ومعنى الاعتدال إقامة الصلب بعد الرفع من الركوع لئلا يكتفى بمجرد رفع الرأس ثم السجود مباشرة، بل يقف وينتصب حتى يكون منه الاعتدال. يقول صلى الله عليه وسلم كما أخرج ابن خزيمة في الصحيح وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، قال: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. والحديث أيضا من حديث علي بن شيبان بلفظ: لا صلاة لمن لا يقيم صلبه. إذا لا تجزئ صلاة أو لا صلاة تأكيد على إقامة الصلب في الصلاة، ومنها الاعتدال بعد الرفع من الركوع، وقد أخرج الأئمة الحديث وصححوه رحمة الله عليهم جميعا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان إذا استوى قائما قال: ربنا ولك الحمد، وربما قال: ربنا لك الحمد، وربما قال: اللهم ربنا لك الحمد. صح عنه ذلك كله، وأما الجمع بين اللهم والواو فلم يصح. طيب الآن رفع رأسه واعتدل، فإذا استوى قائما بعد رفع رأسه من الركوع واعتداله قال: ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد بالواو أو من غير واو، أو بزيادة اللهم، اللهم ربنا لك الحمد، قال: صح عنه ذلك كله صلى الله عليه وسلم. وكل تلك الألفاظ مخرجة في الصحيحين بما ثبت من الروايات المتعددة الألفاظ. قال: وأما الجمع بين اللهم والواو فلم يصح. كيف يعني؟ اللهم ربنا ولك الحمد. قال المصنف رحمه الله: لم يصح الجمع بين اللهم والواو، ولعل ذلك من المصنف رحمه الله سهو عما ثبت صحيحا من صحة هذه الرواية. فصحت الصيغ الأربعة: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. أي صيغة جئت بها صحت، وكل ذلك صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ربنا ولك الحمد
فمن حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد، قال عبد الله ولك الحمد، إلى آخر الحديث. وأما الصيغة الثانية ربنا لك الحمد فأيضا من حديث أبي هريرة إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وأما اللهم ربنا لك الحمد فمن حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. وأما الصيغة الأخيرة التي غابت عن المصنف وهي في الصحيحين وعند مالك في الموطأ رحم الله الجميع قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه يكبر، وإذا قام من السجدتين قال الله أكبر. فالمقصود صحة ذلك كله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولعل المصنف رحمه الله استند في عدم ثبوت هذه اللفظة بما سئل به الإمام أحمد ألا يعجبك أن يقول اللهم ربنا ولك الحمد، قال ما سمعنا في هذا شيئا. والحديث كما سمعتم مخرج في الصحيحين وموطأ مالك رحم الله الجميع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وكان من هديه إطالة هذا الركن بقدر الركوع والسجود. فصح إطالة هذا الركن، أي ركن الرفع من الركوع. السؤال بطريقة أخرى، هل الرفع من الركوع هو من الأركان القصيرة أو الطويلة في الصلاة؟ الصلاة عندك قيام الذي نقرأ فيه القرآن وركوع ورفع وسجود وجلسة بين السجدتين ثم الجلوس الأخير للتشهد، هل هذه الأركان متساوية في الطول؟ الجواب لا، متفاوتة، فأطولها القيام والجلوس للتشهد الأخير، يليهما الركوع والسجود، يليهما الرفع من الركوع والجلوس بين السجدتين. إذن هل هذا الركن وهو الرفع من الركوع من الأركان الطويلة أو القصيرة في الصلاة؟ عامة المصلين هذا الركن قصير عندهم في الصلاة، فإنه ما أن يرفع رأسه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد إلا خر ساجدا. قال المصنف رحمه الله تعالى وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إطالة هذا الركن بقدر الركوع والسجود. كم كان مقدار ركوعك؟ 10 تسبيحات، تأسيا بما تقدم في المجلس الماضي من عدد ما حزر من تسبيحات صلاة عمر بن عبد العزيز لما قال عنه أنس رضي الله عنه ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى. قال سعيد بن المسيب فحزرنا ذلك فوجدناها 10 تسبيحات. إذا كنت ستركع 10 تسبيحات هل رفعك من الركوع تبقى فيه بقدر 10 تسبيحات بقدرها في الطول؟ قد يقول القائل فإذا وقفت ماذا سأقول؟ سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فكيف يمضي الوقت لبلوغ مقدار من الطول يساوي الركوع ويساوي السجود؟ ها هنا مسألتان، الأولى إثبات أن هذا الركن ليس قصيرا، يقول المصنف رحمه الله إطالته بقدر الركوع والسجود، إذن من غير عجلة فيه ولا نقره سريعا، ولا كما يفعل بعض المصلين ما يكاد ينتصب ظهره إلا خر ساجدا، هذا فوت سنة ثابتة سيذكرها المصنف بعد قليل من حديث أنس رضي الله عنه كان يصنع شيئا كما يقول ثابت تلميذه لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه مكث حتى يقول القائل قد نسي من طول ما يقف رضي الله عنه بعد رفع رأسه من الركوع. وصلى بهم أنس رضي الله عنه يريهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه مسألة. والثانية
إذا طال هذا الاعتدال والرفع من الركوع فماذا تقول؟ الآن يذكر لك جملة من الأذكار التي تقال بعد سمع الله لمن حمده. إذن فمشكلتنا عدم علمنا وعدم معرفتنا بهذه الألفاظ والأذكار التي تقال. فحتى لو صليت صلاة التراويح أو قيام ليل في رمضان وأيامه قريبة، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم الشهر الفضيل بمنه وكرمه، فإذا أدركنا أئمتنا وأطالوا الرفع من الركوع، كثير من المصلين يسأل ماذا أقول، ويرى أن إمامه قد وقف وهو لا يعرف شيئا يقوله. هذه أذكار مأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقال في هذا الموضع بعد الرفع من الركوع، سيذكرها المصنف رحمه الله تباعا. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وصح عنه أنه كان يقول فيه: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا أول الأذكار، والحديث الذي سمعتم أخرجه الإمام مسلم في الصحيح من حديث أبي سعيد وابن عباس رضي الله عنهما، وهو كذلك في السنن. يقول الإمام: سمع الله لمن حمد، أو تقولها أنت إذا كنت منفردا، ماذا تقول بعدها؟ لو قلت ربنا لك الحمد ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد ولك الحمد، فقد أتيت بالقدر المجزئ الذي يكفي، وعلى القول بالوجوب فأتيت بالقدر الواجب، فلو سجدت بعدها صحت صلاتك. لكننا نتكلم عن السنة لمن يريد أن يطيل في ذكر الله في هذا الركن من الصلاة. يقول هذا الدعاء الذي يقطر حمدا لله عز وجل بألفاظ في غاية العجب والمعنى البديع الذي يحسن التأمل فيه. الآن إذا رفعت رأسك أو رفع إمامك رأسه من الركوع وقال: سمع الله لمن حمده، إيش معناه؟ سمع الله لمن حمده، أي أجاب الله لمن حمده. وذكر الباجي رحمه الله أنه بمعنى الدعاء، يعني اللهم اسمع لمن حمدك. الآن هذا موضع يراد منك أن تحمد الله والله يسمع، يراد منك أن تحمد الله والله يجيبك على حمدك ويثيبك. بالله عليك، بأي شيء ستحمد الله؟ على أي شيء ستحمده؟ على خلقك، على رزقك، صحتك وعافيتك، سمعك وبصرك، ثوبك وملابسك، بيتك وزوجتك وأولادك، على أي نعمة؟ على النفس الذي يتردد في صدرك، على التوفيق الذي هديت إليه، على الخيرات التي تعيش فيها، على النعم التي تتقلب في أكنافها، على الأفضال والأرزاق التي لا تحصي لها عدا ولا تطيق لها شكرا. في كل ركعة من الصلاة ربك يحب أن يسمع حمدك عبد الله. يا أمة الإسلام، نحن أمة الحمد، أمة الحمادين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة ولا فخر، وأول شافع وأول مشفع، قال: وبيدي لواء الحمد. يوم القيامة بيده عليه الصلاة والسلام لواء الحمد، ولا يسير خلفه وتحت رايته ولوائه إلا الحمادون من أمته صلى الله عليه وسلم. الحق بهم واسلك دربهم وكن في ركب الحمادين تحت لواء رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. يا أحبة، هذا ركن عظيم في الصلاة يحمد فيه الخالق جل في علاه. هذا ركن عظيم، ومقام الحمد مقام عظيم. لو تأملت في الصلاة وكلها ذكر لله، تبتدئ بقرآن، وأول القرآن في الصلاة بأول آية في كل ركعة في كل صلاة: الحمد لله رب العالمين. فيقول الله: حمدني عبدي. تركع فتسبح الله بحمده، تقرن تسبيحا بحمد، ترفع، وهذا موطن خالص للحمد لله عز وجل. سمع الله لمن حمده. بالله عليك، ماذا تحب أن يسمع منك الله؟ بأن يجيبك الله، بأن يثيبك،
على أي شيء؟ والله من استحضر نعم الله عليه وتذكر الأفضال والآلاء وما كشف الله عنه من البلاء وما سره من في كل حياته منذ أن وعى في الدنيا إلى لحظته تلك، لما كفاه أن يقف قياما طويلا طويلا يحمد الله. كم فاتنا لما نتعجل في هذا الركن من الصلاة، نقول ربنا ولك الحمد ونخر ساجدين. من استشعر وتلذذ وتنعم بمعرفة معاني الصلاة استمتع بها بكل لفظ وركن وفعل في أفعالها. فإذا قال إمامك سمع الله لمن حمده، فأنت تستقل في ركن بحمد لله عز وجل، الحمد الذي لا تخلو منه حياة المسلم. فعندك حمد لله داخل الصلاة، وحمد لله في الأذكار بعد الصلاة، وحمد لله في أذكار الصباح والمساء. في كل أوقاتنا نحن مأمورون أن نحمد الله عز وجل، ونحن نرغب في هذا الطريق يا أمة الإسلام، لأننا أمة تعرف الله وتشكر الله وتحمد الله عز وجل اعترافا بفضله واستنزالا للمزيد من نعمه. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. خلق الله الإنسان وحكم أنه أحد صنفين، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فمن لا يشكر ولا يحمد فهو حتما كفور لنعمة الله، جاحد مقصر في حمده لربه تبارك وتعالى. أما تأملت في أذكار الصباح والمساء التي سن لنا بها أن نملأ ذكرنا لربنا عز وجل كل يوم صبح مساء، اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر، وتقول مثلها في المساء إذا أمسيت، تكرر هذا صباح مساء، اللهم ما أصبح أو ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. في الإحرام إذا أحرم المحرمون عمرة وحجة فإنهم مع التلبية يعترفون بالحمد لله، لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد الذي يحبه الله عز وجل من العبد، قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. تنال رضا الله إذا حمدته على لقمة أكلتها وشربة شربتها. أي حمد هذا يبلغ بك عبد الله تلك المراتب العظام؟ بل دعك من هذا كله، تريد أن تقترب من رضا ربك عنك أكثر من حمده، والهج بذلك. أصلاً لو ما أمرنا بالحمد فإننا والله مجبورون على أن نحمد الله بعظيم ما أفاض الله علينا من النعم. ولهذا في الأثر عن داود عليه السلام نبي الله قال يا ربي كيف أشكرك، جلس يتفكر في عظيم نعم الله التي لا يطيق لها شكرا ولا يستطيع إحصاءها عدا، قال يا رب كيف أشكرك وشكري لك نعمة تستوجب شكرا. يعني حتى لو قلت يا رب أحمدك، توفيق العبد لحمد الله نعمة متجددة، أن وفقك الله لحمده هذه نعمة جديدة تستوجب منك أن تشكر الله عز وجل. ففي الأثر قال الله يا داود الآن شكرتني، يعني من عرف هذا المعنى وأنه مهما فعل لا يقوم بحق الخالق جل وعلا من الحمد والثناء أدرك عظيم حق الله تعالى عليه. تريد أكبر الشواهد على ذلك في قرب العبد الحماد الشاكر من ربه ونيل رضاه سبحانه، هذا حديث الشفاعة وكلكم يعرفه يوم القيامة، لما تجأر الخلائق وقد بلغ بها الفزع مبلغه واشتد الكرب وعظم الخطب وطال الوقوف في يوم كان مقداره 50,000 سنة، بعدما يشتد بهم الأمر يفزعون إلى آدم عليه السلام فيطلبون منه أن يشفع عند الله عز وجل، ليست شفاعة لدخول الجنة، لا، لانقضاء الموقف حتى يعرف كل مصيره، فيذهب أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. انقضاء ذلك الموقف وزوال الفزع كان مطلبا بحد ذاته،
فيذهبون إلى آدم، إلى نوح، إلى موسى، إلى عيسى عليهم أفضل الصلاة والسلام، ثم يأتون إلى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتون إليه فيقول أنا لها، أنا لها. قال في الحديث فأذهب فأسجد تحت العرش. انظر، هو ذهب الآن ليشفع للخلق، فبلغ العرش فسجد بين يدي ربه. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال فأحمد ربي بمحامد علمنيها. فيقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. أرأيت بماذا بلغ نيل الشفاعة العظمى؟ هو يقول بمحامد علمنيها، من أحسن حمد الله وألهمه الله حسن حمده وشكره فهو والله من الموفقين ومن خيار عباد الله. ولا يبلغ العبد ذلك إلا إذا عرف حقيقة أمرين، أولهما عظيم فضل الله وكرمه وعطائه ونعمته وإحسانه جل وعلا، أنه منذ أن خرجنا من بطون أمهاتنا وقبل أن نتخلق في أرحامهن ففضل الله عز وجل يحيط بنا ذات اليمين وذات الشمال، سألناه أو ما سألناه، طلبناه أو ما طلبناه، كم فرج عنا من كربة سبحانه، وكم هدانا سبحانه، وكم أعطانا سبحانه، وكم رزقنا وكفانا وآوانا وكم وكم، كل ذلك لا نحصي ثناء عليه ولا نطيق له شكرا. فلا يبلغ العبد معرفة حق الله عز وجل إلا إذا استشعر هذا المعنى العظيم، وربك الغني الحميد سبحانه. والأمر الثاني الذي يستوجب على العبد أن يعرفه وأن يفقهه حقيقة فقر المخلوق وحاجته وضعفه وعجزه. أنت عبد الله مهما كنت في غنى وثراء، ولو كنت من أغنى أغنياء بني آدم على وجه الأرض قط، فإنك والله إلى ربك لفقير، وأنت إليه محتاج، وأنت مسكين، وأنت لولا فضل الله ونعمة الله ورحمة الله أنت ما كنت شيئا مذكورا، ما كنت إلا نسيا منسيا. فضل الله عليك ونعمته إليك ورحمته بك هي التي ساقت لك الخيرات والفضائل، هي التي وهبتك ما أنت فيه من النعم. فمن عرف حقيقة هذين الأمرين لزم حمد الله، ثم كلما أكثر من الحمد واستغرق فيه لا يشبع ولا يمل ولا يفتر، لأنه يعرف مهما حمد الله فلن يوفي حقه سبحانه. والمتأمل في ألفاظ هذا الحديث الذي سمعتم في ذكره صلى الله عليه وسلم فيما يقوله بعد الرفع من الركوع، سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ثم انظر كيف وصف هذا الحمد تعظيما لله ومحاولة في أن يكون الحمد أبلغ ما يكون على لسان العبد. قال ملء السماوات وملء الأرض، ولا يكتفي بذلك، يقول وملء ما شئت من شيء بعد، ولا يعلم ما يشاء الله إلا الله. تريد أن تقول يا رب أنا أملأ الكون سماء وأرضا حمدا لك جل في علاك، ولا أكتفي بل أملأ ما تشاء يا رب مما سوى السماء والأرض من خلقك الذي لا يعرفه إلا أنت، فتملأه حمدا أهل الثناء والمجد على النداء. والله هو أهل الثناء والمجد، يعني يا أهل الثناء والمجد أنت أحق ما قال العبد، هذا معنى قوله أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. أحق ما يقول العبد حمده لربه عز وجل، ثم قال لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، فمن أعطاه الله لن يحرم ومن حرمه الله لن يعطى. ثم قال ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لن ينفع صاحب الحظ حظه إذا ما قسم الله له رزقه، إذا ما كتب الله له الفضل والنعمة والعطاء، فأصبح مرد الأمر ومنتهاه إلى الخالق والباري جل في علاه. بقي أيضا جملة من الأذكار التي تقال بعد الرفع من الركوع، نأتي عليها في المجالس المقبلة إن شاء الله تعالى، فهي جديرة بتعلمها وحفظها وفقه معانيها وتعليمها لصغارنا وأولادنا والناس من حولنا، لنحسن حمد الله إذا وقفنا بين يديه في الصلاة.
ولنحسن كيف نعرف حق ربنا عز وجل فنجتهد في المسارعة إلى رضاه عنا وهو أكرم الأكرمين. الليلة هذه المباركة يا كرام حظها بعد ذكرنا لربنا والاستكثار من حمده وشكره أن نملأها صلاة وسلاما على الحبيب المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، من علمنا هذه السنن، ومن دلنا على الله، ومن عرفنا بالله وكيف نعبد الله ونحمد الله ونشكر الله. لأنك خير خلق الله، صلى عليك الله والدنيا تصلي، وها أنا كلما صليت فاضت أحاسيسي على ثنن التجلي، ولي في جنة الفردوس حلم لعلي ألتقيك بها لعلي. فأكثر الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما تسابقون بها المحبين، وتلحقون بها في ركاب السابقين الفائزين بشفاعته يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا حي يا قيوم. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حي يا قيوم. اجعلنا يا رب لك من الذاكرين الشاكرين، المخبتين التوابين، الأوابين المنيبين يا أكرم الأكرمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان بفضلك ومنتك يا حي يا قيوم، في صحة وعافية وحسن إيمان يا أكرم الأكرمين. واجعل لنا إلهي ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا رحمن ويا رحيم. فرج عن إخوتنا المسلمين في كل مكان، في غزة والسودان، وفوق كل أرض وتحت كل سماء. ارحم يا رب ضعفهم، واجبر كسرهم، وتول بعنايتك أمرهم، واحفظنا وإياهم من شر الأشرار وكيد الفجار،